استكمالا لموضوع إقالة محافظ الأنبار صهيب الراوي، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد ياسين، عضو مجلس محافظة الأنبار. بداية سيد محمد، ما هو موقفك من موضوع الإقالة وما مدى قانونية هذه الجلسة التي عقدت وتم التصويت فيها؟ ابتداء تحية لك ولمشاهدي قناة الفلوجة. حقيقة للأسف في الأيام التي ينتظر منا أهل الأنبار استكمال تحرير المناطق الغربية من المحافظة والاهتمام بأحوال النازحين في المخيمات والعمل على تخفيف المعاناة في السيطرات كالصقور وغيرها، نرى هناك صراع سياسي مستمر منذ فترة طويلة من أجل تصدر المشهد السياسي في المحافظة ومن أجل الصراع على الأموال التي يظنون أنها ستخدم إلى المحافظة. كل هذه الصراعات أدت إلى إرباك المشهد في الأنبار، وحققت يعني اقدم هذا اليوم مجموعه من اعضاء مجلس المحافظه استحصلوا على نصاب ال 16 و17 عضو، واقدموا الى اقاله السيد محافظ الانبار، وهي اقاله غير قانونيه، حيث انهم اعتمدوا على نقطه، وهذه حقيقه هي جزئيه لا تستند الى اي سند قانوني في الاقاله، حيث ان اقاله اي شخص يعني تحتاج الى اي اعفاء او اقاله ورد في القانون العراقي انه يسبقه جلسه استجواب للشخص المعني. كل هذا الامر لم يحصل في جلسه هذا اليوم، سواء دخلوا لمده ربع ساعه، عقدوا الجلسه، صوتوا على اعفاء اقاله السيد صهيب الراوي من منصبه، وهذه اقاله سترد في اول جلسه في المحكمه، وهناك قرائن في هذا الموضوع سوف ترد القضيه جمله وتفصيلا، والسيد صهيب الراوي يبقى محافظا للانبار الى نهايه الدوره باذن طيب الله. سيد محمد، رجل نعم قدم الى المحافظه ما قدم وثبت سيد محمد نعم يعني ضمن هذا السياق. نعم سيد محمد لو سمحت هل تسمعني؟ نعم يعني ضمن ما سردت وما تحدثت وضمن الصراعات السياسيه وارباك المشهد كما قلت، وقلت انكم ستردون ولديكم الحجج والوثائق، وان يعني السيد صهيب الراوي سيبقى محافظ الانبار، ما هي هذه الحجج؟ الى ماذا تستندون وماذا ستفعلون؟ حقيقة الأمر الذي استند إليه اليوم أعضاء مجلس المحافظة الذين قاموا بإقالة السيد محافظ صهيب الراوي استندوا إلى قضية أصل الموضوع هي طعن فيها في العفو، ميزت في المحكمة، وهناك منظورة في المحكمة يوم 25 هناك جلسة لهذا الموضوع، ويعني الإجراءات كلها تسير باتجاه أنه نفي القضية تماما بعد تقديم أدلة ثبوتية أخرى لإلغاء الموضوع بالأساس. أصل الموضوع هي كانت حكم سنة مع وقف التنفيذ، وهناك استجدت أوراق ثبوتية جديدة ستضاف إلى الدعوة، وإن شاء الله سوف ينتهي موضوعها. لذلك هم أقدموا على خطأ قانوني كبير، وهم بالمجمل جميعهم الذين دخلوا إلى الجلسة اليوم متيقنين يقينا تاما أن الموضوع هو غير قانوني، لكن مجرد أرادوا فيه كسب للوقت ويعني لخبطه في المشهد الانباري. للاسف نقول انه الانبار لا تنتظر منا هكذا امر، لكن نواب الانبار سيد محمد لو سمحت لي ولضيق الوقت، لكن نواب الانبار واعضاء في مجلس المحافظه تحدثوا عن يعني ادانه صهيب الراوي بتهم فساد، يعني كيف ستردون ايضا على هذا الموضوع؟ من حق اعضاء مجلس محافظه الانبار طلب استجواب للسيد صهيب الراوي، يقدمون طلب استجوابه على النقاط التي ثبتوها ان هناك يوجد فساد، وفي حاله ظهور فعلا ادله ثبوتيه انه لديه ضوابط فساد او ادانات لكل حادث يعني لكل حادث حديث، وممكن اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقه. اذا انت تقول هي تهم وليس لديها اي يعني ليس هناك اثبات. شكرا لك بكل الاحوال السيد. كل الكلام نحن نعم. منذ سنه كامله هناك تقدم موضوع ان هناك فساد، قدموا الاوراق لا توجد لديهم اي ادله ثبوتيه. شكرا لك السيد محمد ياسين. نعم. والمشهد الانباري اصبح واضح لكل اهل الانبار انه الموضوع صراع سياسي بامتياز وصراع مادي بامتياز. شكرا لك سيد محمد ياسين، عضو مجلس محافظه الانبار، كنت معنا عبر الهاتف.